أبغى نتناقش فيه جميع. شعر القلطة اللي هو شعر المحاورة قد أنخفض مستواه فترة سابقة والآن رجع بقوة، وش السبب رجوع شعر المحاورة اللي هو شعر القلطة؟ وفيه إشكالية جت معه، شفنا كثرة المشاكل في شعر القلطة بازدياد، يعني كل حفل لا انتهى يعني فيه مشكلة، يعني بعض الحفلات وفي توهج الفترة هذه. عندك يا ابو مرهب. بالنسبة لي انا طبعا اكيد شعراء المحاورة هم اللي ممكن يردون على الموضوع هذا، بس انا كمتذوق انا اقول في سببين. السبب الرئيسي كورونا، لما وقفت الحفلات الناس تعطشوا للشعر وللحفلات ولشعراء المحاورة. أضف إلى ذلك شعراء المحاورة المبدعين، يعني شعراء المحاورة الأغلب الآن موجودين في الساحة شعراء مبدعين في النقد والفتل، وفيه ناس فهمت يعني تعاملت مع الشعر صح، والناس ساعدوا ظهورها لأن الناس تبغى تحيي حفلها، فأغلب أهل الحجاز خصوصاً في الحجاز محاورة شيء رئيسي عندهم، الناس متذوقة له. زي ما تفضل فيصل، جت فيه مشاكل ما تعمم المشاكل، جاء مشكلتين ثلاث، جاء 100 حفلة جاء مشكلتين ثلاث، أكيد واردة في جهل، ممكن يكون في جهل، لكن تراني بقول لكم شيء، أنا متابع قديم للمحاورات، ترى ساحة المحاورة مصاق الحصن صح، والناس ذويقة، ترى قديم كان يجي أعبر من كذا وأقوى من كذا ويطلعوا الناس مبسوطين راضين، الشك زايد ما في جهلة. لا الناس إيه الناس لأنها يعني الجمهور ما هو لو الجمهور يرجع تاريخ المحاورة يدري إنه يصير فيه كذا صح، ويصير فيه جور بعد، ما هو بس كذا يصير فيه صح. جور القبيلة الفلانية على القبيلة الفلانية، لكن الشعراء اليوم فيه شعراء مبدعين في الساحة بعيدين يعني عن المهاترات وبعيدين عن الأمور القبلية، ويعطون والله إنك تتلبب للمحاورات صحيح. تصير مشاكل أكيد تصير مشاكل، لا تصير مشاكل من الجمهور لأن الجمهور ما يدرك أبعاد المحاورة، إنه زي ما قلت مصاق الحسن، هذه وجهة نظري أنا. هاي أبو سعدان. والله ما أجيد على كلام أبو مرهب، المحاورة لها جمهورها ولها مجتمعها ولها شعارها، وهي طال عمرك تعتبر جزء كبير من 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 الشعطام كل ما. بالنسبة للمشاكل اللي فيها، فأول ما كان فيها إعلام قوي يطلع المشكلة اللي حصلت، الحين طال عمرك مقطع عم بسيط طال عمرك وحطوا على شلة وضرب المقطع. بالنسبة طال عمرك لأنها نزلت فيه مثل ما قال مرهب، هذه كان وقت كورونا أول شيء، الأمر الثاني صار فيها طال عمرك تدخل فيها الظاهر الطبل وما أدري إيشتي، وصار فيها اختلاف عليها صح. والأمر الثاني الشيلات ترى أخذت حيز كبير من الاحتفالات، أصبح غير مهتم، لكن أرجع لها بقوة والله.